السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير. يا هلا بالمتابعين الكرام. هذا الفلين نحطه بنفس المركن حق زراعة عشان نبي نبذر الشاهي الأزرق وغيرها، غير الشاهي الأزرق إن شاء الله نبي نبذر بعد، لكن أبى أشرح لكم شلون طريقة الفلين. الحين أبى أحطه بنفس الفتحات اللي يطلع من الموية، لازم تحطون تسدون الفلين عشان يسرب شوي شوي، ما يسرب ماء ومع رمل يقعد نفس التربة تطلع برا وكذا. لازم تحط فلين أي شيء يعني يسد، أهم شيء إنه ما يعفن ولا يطلع ريح ولا شيء، يعني الفلين هو اللي زين أشوفه، يعني هو اللي أفضل شيء. يعني تحط كرتون وهذا يقعد يعفن وكذا، لكن هذا فلين ممتاز. يعني كل سطل فيه، كل مركن من المراكن هذه فيها ثلاث فتحات، ثلاث فتحات هذه لازم تسده بنفس الفلين، تخلي فتح يعني بسيط تهريب يعني حق الماء، اللي عشان ما يبقى الماء داخل بنفس المركن ويعفن بعدين ويموت نفس النبات وكذا. النبات لازم يحتاج يعني تسقي الحين، والمويه ما تصير ما يبقى بشيء خلال 10 دقائق، يعني خلاص المويه يعني بس معطيه رطوبه للتربه، وان شاء الله ينجح البذور. حتى يعني اذا شجر بعد لازم بعد تحطون الفتحات هذه، إذا حط زرعت الشجر لازم تحطونها فتح، قصدي تسدون هذه وتخلون تهريب يعني للماء خفيف كذا. إن شاء الله بأزرع الشاهي الأزرق، وهو سريع الانبات يعني خلال 4 أيام 5 أيام هو طالع، يعني سريع ما شاء الله الشاهي الأزرق. وهذا الفتحة سدنا، لازم تتأكد من كل فتحات انك سديتهن عشان ما يتخسر نفس الشجرة وكذا، يروح تراب اذا خليت فتحة صغيرة واحدة راح يهرب الماء ومعه التربة، خلاص ما يبقى بعدين تقل التربة بعدين راح يموت النبات وكذا، ما راح يعني ما راح يحصل تربة زينة يعني. اي والله ان شاء الله فهمتوا طريقة تطبقونها ان شاء الله. بسم الله، وهنا نبي نعبي المراكن بالتربة هذه، تربة زراعية. اي والله نبي نعبي زي كذا، لازم تفركونه نفسه لا يصير شيء كبير شيء صغير، يعني كله خلوه زي الطحين. اي والله عشان نفس النبات اذا طلع راح شو اسمه يجدع على طول وسريع، لو صارت قاسية الأرض نفس التربة قاسية وكذا ما راح ينبت زين وكذا، لو صارت لينة راح توزع الجذوع صعب بشكل يعني ممتاز وكذا. بسم الله، وهنا بعد ما نعبي فول، نص تقريبا أزين نص عشان ما تخسر التربة وكذا، لأنك يعني تبي تجلس شهر، بجلس أنا شهر وبشيل ال شو اسمه نفس الشتلات. أي والله لازم نفركه صح تنطحن. أي والله بعضها يجيك زي الخشب دا يعني متكدس وكذا، لازم تفرك وكذا، إذا ما انفرك زدت برا، بعضه يجي قاسي بزدته برا ازين لك.
ما نخلي شيء بالأرض. اي والله هذا زي الخشب هذا، شوفوا هذه الزت برا على طول. بسم الله ناخذ الثاني. والله انا ناوي ازرع بداية بذرة أسست، لكن تأخرت، لكن إن شاء الله وضعنا زين بحايل. جونا الحمد لله بارد، يعني ما هو اللي مرة حر، وبحط إن شاء الله بظل، يعني ما يعني الشمس مو على طول تجينا إن شاء الله. هو مشكلة اللي على طول الشمس على طول هي المشكلة اللي يتعبنا النباتات، لكن اذا صار عندك ظل وكذا تحطهم ظل وكذا وتطلعهم من الشمس شوي راح تحصل على سريع انبات ان شاء الله، واشجار زينه ان شاء الله. بسم الله هذا كذا كله. انا ودي والله اعبي اكثر من كذا، لكن انا قلت بصور أوريكم بس الطريقة عشان تصير عندكم معلومات وتزرعون مثلي. سهل ما يبي له شيء، يعني الزراعة سهلة، وأسعار الشتلات بكم؟ يعني السطل هذا السطل أنا شاريه يمكن أقل من نص ريال، والبذرة اللي تشوفونها من أشجرها، والكيس هذا حق التربة، التربة هذه زراعية يمكن تقريبا بعشرين ريال يعني سعرها الظاهر. والله اني ناسي، انا قبل فترة شاريه وتوي ابدابه، لكن الظاهر بعشرين وخمسة وعشرين حوالي. تربة زراعية تصل للبذور بس، في اشياء تربة زراعية للشتلات، تربة زراعية يعني هذه افضل شيء اللي بيزرع بذور، افضل شيء هذه التربة هذه. اي والله ان شاء الله بوريكم بعد ان شاء الله 4 ايام 5 ايام بوريكم الانبات شلون طريقته ان شاء الله. اهم شيء تحطون الفلين تحت زي ما شرحت لكم المشوان. بسم الله هذه بذور الشاهي الأزرق، يا سبحان الله لونه أسود ولان شفت بزيادة تصير زي الحجر، نفس الحجر يعني قاسية ما تنكسر يعني مر على طول وكذا. اي والله يسمونه بعد شو اسمه زي البازيلا، نفس البازيلا الثمار حقه. وهذا تشوفون شكله سبحان الله أسود سبحان الله. نبي نزرعه الحين إن شاء الله. بسم الله وهذه نبدأ هنا نبي نزرع. بسم الله هنا نقول بسم الله كذا طريقة الزراعة. تحفرون يعني سنتيين كذا، سنتيين كافية، سنتيين 3 سنتي وزر، يعني كل علبة من العلب هذه تاخذ تقريبا ست بذرات كذا ازين، عشان بسرعة تطلع وتصير احجامها زينة وكذا، يعني ما تكثرون، لا كثرت ويطلع عن كله، بس انه راح هذا خليه بالمركن تقريبا خليه شهر بعدين انقله، اشيل واحدة واحدة كذا. والتربة يعني لو صارت لينة يصير سهل انك تطلع يعني شو اسمه الجذوع وكذا. ايوه هذول كل سطل خليت بوسط، وانت على راحتك تبي تحط اكثر، انا كذا يعجبني. اي والله
بسم الله. وهنا نبي نعلمك عشان طريقة سقايته. تسقونه يعني ما تخلونه يفلل، بس اللي يعني يرطب على نفس التربة يعني، بس ما يحتاج يعني تسقون مرة يعني. ايوه، والأفضل يعني انك تخليه اذا صار بذر يعني ما تخليه يواجه الشمس عشان التربة ما تنشف بسرعة، وانت ما هو زين تسقي كل شوية تسقي، لكن تخليه مكان ظل تسقي كل 4 أيام. إذا شفت انشفت كذا عطها ماء، إذا ما شفت يعني شفت رطب للحين خل لا تعطيه ماء زي كذا. مشكلة إذا غرقته بالماء ما راح يطلع نفس البذور، إذا غرقته كل ما تصب عليها لا، هي لازم تحسبه بين يعني أنها عطشانة وما هي عطشانة يعني زي كذا، عشان بسرعة تمد جذوعه وتطلع زي كذا. لو غرقت بالماء ما راح، خلاص يعني راح تموت. اي والله، هذه الشجرات اللي بينهن بابايا، وهذه بابايا بعد، هذه زرعهن قديم لكن تخبرون البرد ما يطلع زين وكذا، يبيله شوي. لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة ونشر القناة. اي والله، اللي تعم الفائدة. ولا تنسون تفعيل الجرس عشان اي شيء انزله راح يجيكم جرس. الله يوفقنا ويوفقكم.